تتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان لتبلغ أطواراً غير مسبوقة أثرت على كل مناحي حياة السكان. تأثير ظهر جلياً في طريقة استقبال العائلات اللبنانية لشهر رمضان مع تراجع قدرتهم الشرائية المترافق مع تذبذب سعر صرف الليرة اللبنانية وانهيارها. جبت الخس ب50 لعن عاي 15. طيبوا يعني هلا للجمعة بعدين الله بيفرجها. ما بتتخيل الأسعار بالمرة خيالية بالمرة ما في شيء بنشهر بهالوضع الانتفاض ما يقوس مرة لا شيء في والله حسب بجيب هذيك الجام بتجيب قوية ما هي شيء قوية لحمة 375,000 علامات اليأس من عدم تحسن الواقع الاقتصادي والغضب بدأت تظهر على وجوه المواطنين الذين لجأوا للدفع بالدولار في ظل غياب الرقابة والغلاء الفاحش في الأسواق. أسعار عم تغلى بالدولار عم تغلى باللبناني يعني تقول دولار لا مش دولار بيغلى يعني عندنا مثلا الغنم كنا نشتريه ب8 اليوم 9 والله يعني الأمل في الله بس من سيء لأسوأ. كيف سنعيش؟ سؤال يصعب على الحكومة اللبنانية الإجابة عليه مع فشل تدخلات المصرف المركزي لإنقاذ الوضع والذي ينحدر من قاع إلى قاع أكثر عمقا لا سيما مع الشلل السياسي الذي تعيشه البلاد وعدم وجود أفق واضح لحل يخرج لبنان من أزماته المتجذرة منذ سنوات.